البعثة فاضل عليها 5 دقايق. أشرف مش عايز يروح المدرسة بالعربية، كلمه. جريت يا اخويا وقطعت نفسك؟ انت ناويه تسيبينا يا حماجي؟ يعني حوحشك قوي يا غاي. ربنا عالم القلوب فيها ايه؟ انا قلت المنى توصلني في سكتها، بيتي اولى بيا. ايه يا كابتن اشرف؟ مش عايز تروح في الباص ليه؟ وصلني انت يا بابا. مالك؟ تعال. ايه خد. باي باي يا حبيبي. هنستنى الباص تحت. ماشي. ايه؟ مش عايز تقولي في ايه؟ الولاد بيتريقوا عليا وبيقولوا كلام وحش. بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان باباك اترفد من شغله عشان خد رشا. وانت تصدق حاجه زي دي يا اشرف؟ تصدق ان ابوك يعمل كده؟ لا لا. خلاص يبقى تركب العربيه، واللي يقول لك كده تاني يقول له ابويا انبط من اهاليكم. ماشي يا كابتن؟ ماشي يا بابا. باي يا حبيبي. مدحت فطرك على الترابيزه، وبقى اعمل انت بقى القهوه لحسن اتاخرت قوي. اذا ما كانش وراك حاجه النهارده الصبح ابقى بص بص على شقه اختي عشان الجيران يحسوا ان في حد بيسال. وبالمره ادي البواب اجره الشهر ده. يا اختي هو وراه ايه؟ ما يروح على الاقل يضيع وقت. مش عايز حاجه اجيبها لك معايا وانا راجع منها. بطل الكلمه دي على الصبح. هو انا غلطت في حاجه؟ كلمتك دي بتحسسني اني عالي عليك. بتحسسني زي ما اكون عيل صغير مستني امه ترجع لك حته شوكولاته ولا حاجه حلوه. انا اسفه يا حبيبي. انا اسفه. خلاص بقى انا اسفه. باي. اضحك والضحك رخيص قبل ما يغلى ويتعبى في قراطيس. مدحت بيه. يلزم خدمة؟ حضرتك؟ ايوه انا. اتفضل. مين الحاج عبد الفضيل ده؟ انا كل الاوامر اللي عندي ان ادي لحضرتك الجواب، وهو منتظر حضرتك دلوقتي. فين؟ في السويس. الحاج عبد الفضيل راجل طيب قوي وعنده مصانع كتير وبيحب يشغل عنده الناس الامناء، وعلى فكره مرتباته عاليه قوي. اتفضل. يزيد فضلك، انا هنتظر سعادتك في العربيه تحت. سلام عليكم. منى لا تقلقي، أنا في السويس للبحث عن عمل. مدحت. لو سمحت.
خير ان شاء الله. تتجاوز السرعه المسموح بيها. اصل لا مؤاخذه عندنا حاله مستعجله وعاوزين نلحقها. هو كل الناس مستعجله؟ طبعا ده مش مبرر عشان تتجاوز السرعه المسموح بيها. ايه ده؟ رخصه القياده مبدئيه كمان؟ ما هو لا مؤاخذه انا برضو كنت ناوي اني اجددها. اتفضل. طب والرخصه؟ هتتسحب علشان منتهيه. عبد الفضيل ده راجل طيب قوي، هو اللي بناها عشان العالم اللي كيف مسك دماغها بعيد عنك تيجي وتتعالج هنا مجانا، والجامع ده برضه هو اللي بناها. ربنا يديله ويزيده دنيا واخره يا رب. ده فاتح بيوت ناس كتيره قوي. العمال خدوا مكافاتهم؟ بيدعوا لك يا حاج. طيب تعالى ورانا. تحت امرك يا حاج. اطلع يا فرغلي. الحمد لله على السلامة يا حاج. الله يسلمك. اتفضل يا ابني. ايوه يا حاج، بس ممكن اعرف حضرتك عايزني ليه؟ اتفضل ناكل لقمة سوا علشان يبقى عيش وملح. اتفضل. ايديك اتجنن يا مون. ميرسي يا مدام اسمك. ما لقيتيش حد يشتري العربية بتاعتنا لسه؟ انتوا مستعجلين على بيعها ليه؟ عشان نسدد بقية الاقساط اللي عليها. ما حضرتك عارفة الحالة، خصوصا بعد مدحت مساب شغله. ما الحل في ايدك يا مونة. العقد اللي انا جايبهولك يحللك كل مشاكلك، بس شروطه صعب قوي. ما اقدرش اسافر لوحدي واسيب ابني وجوزي. مفيش حلاوة من غير نار يا ماما، صدقيني انا مستخسرك. سفرة دايما يا حاج. بالهنا والشفا يا ابني. قهوتك ايه؟ مظبوط. حسني خليهم يجيبوا لنا القهوة. تحت امرك يا حاج. عن اذنك يا ابني اصلي العصر واجي لك حالا. مرحب. مرحب بيك يا حاج. بنتي ربنا يخلي. الله يرحمها. لا مؤاخذة كانت كل دنيتي، ربنا ما ادانيش غيرها. بعد ما ماتت والدتها ما رضيتش اتجوز عشان حياتي تبقى ليها هي لوحدها. كنت بشوفها تكبر قدام عينيا يوم بعد يوم زي الوردة اللي بتتفتح.
علمتها احسن علام. صوتها لسه في وداني وهي بتقول لي بابا حبيبي. الاعمار بيدلها يا حاج. اتلموا عليها اولاد الحرام وعلموها تشم الزفت الابيض ده. عارفين ان ابوها غني وما تقدر وهتقدر تشتريه. وفي يوم من الايام خدت جرعه زياده راحت فيها. الله يرحمها. بس متهيألي كان لازم تاخد بالك برضه حاج. مقدر ومكتوب. ساعة القدر بيعمل بصر يا ابني. أنا فعلا حسيت بذنبي. عشان كده بنيت مستشفى بيتعالج فيها المدمنين ببلاش. لكن عمري ما نسيت اللي قتلوها. أنت تعرفهم يا حاج؟ أيوه. الروس الكبيرة اللي بتستورد الهباب ده لبلدنا. لا أنا قصدي بالتحديد. مفيش تحديد. كلهم قتلوها. ايه ده؟ دول اللي قتلوا بنتي واللي ناويين بعد كده يقتلوا كل ولادنا ويخربوا عقول شبابنا. الظرف ده فيه كل المعلومات عن اكبر تجار مخدرات في البلد. معلومات اكيده ودقيقه. واذا اندهشت من الحاجات اللي هتقراها افتكر ان المعلومات دي كلفتني ثروه. كل معلومه هتحتاجها عنهم هتلاقيها في الظرف ده. احتاجها انا؟ ليه؟ ليه ازاي؟ انت ليك عند تجار المخدرات ترباية زي تمام. مين اللي هد سمعتك اللي قعدت تبنيها طول سنين عمرك؟ مين اللي لفق لك تهمة المخدرات اللي خليتهم في الداخلية يجبروك على تقديم استقالتك؟ انا شايف حاجة انك تسلم الظرف ده للبوليس وتسيبه هو يتصرف. النهاردة بقت فيها قانون. قانون؟ كان فين القانون ده يوم ما قتلوا بنتي؟ كان فين القانون ده يوم ما اتمسكت انت بالمخدرات؟ انت عارف كويس ان الحكومة عارفاهم واحد واحد. لكن بما ان الدولة فيها ديمقراطية وقانون محدش قادر يقبض عليهم من غير دليل واحد. وحتى لو اتقبض على واحد منهم هتلاقي جيش محامين بيدافع عنه وتاني يوم يطلع براء. كل قانون بيتعمل فيه الف ثغرة وثغرة. ما تفكرش كتير. انت اكفأ واحد ممكن يقوم بالمهمة دي. مهمة؟ تخلص على تجار المخدرات تقتلهم. ايوه بس اشمعنى اخترتني انا يعني؟ ده تواضع ولا ايه؟ مدحت شوقي وحش الامن المركزي بطل العمليات الانتحارية فرقة مكافحة الارهاب كفاءة في استعمال السلاح. ايه فيها سلاح؟ دي حرب يا سيادة المقدم. حربي وحربك لازم نهدها على دماغهم. لازم نوصل للي ما حدش بيوصل له. اللي بيتمسك ويتحاكم دول البسارية الصغيرة. انما الحيتان لا. انا عايز الحيتان. وبعدين العملية فيها يعني حسنة كبيرة قوي ممكن تغنيك طول عمرك. ما تردش دلوقتي. الظرف اهو معاك. أنا مستنيك هنا في الفيلا بعد أسبوع زي النهاردة. ولعلمك سواء بيك أو بغيرك أنا حربي دايرة دايرة. أكيد إن القرش كان معاهم ومستخبي في حتة هنا. بس المعلومات اللي جات لنا المكتب إن القرش مستني المصلحة في الطريق الزراعي. إحنا مشطنا المنطقة سيادتك ومفيش حد غير اللي اتقبض عليهم يا فندم.
معه، بس انا قلبي ما طوعنيش. كنت حاسس انك هنا. دلوقتي ما فيش قدامك غير حلين، يا تعدي الناحيه الثانيه يا عم، يا تيجي معايا من سكات. ايه قلت ايه؟ لسه ما اتخلقش اللي يمسكني يا باشا. وده حل ثالث انت مش قده. حسني مبارك السناتور جارت ايفنز وزير الخارجيه والتجاره الاسترالي، وحضر المقابله السيد عمرو موسى وزير الخارجيه، والسيد بول اوبليار مستشار الوزير، والسيد جون كريمتون السفير الاسترالي بالقاهره. وصرح الوزير الاسترالي عقب المقابله بان اتوفقت في مشوار السويس. يعني في واحد عرض عليا اشتغل عنده بليسانس الحقوق. وبعدين؟ لسه بفكر. اشرف نعم؟ من بدري. مش عايز مساج يريح جسمك بعد مشوار النهارده. النهارده ما دام اسمك خورشيد قاعد تزن عليا عشان العقد بتاع بره. موضوع الولايه دي بينرفزني. عايزه تسافر اتفضلي سافري. انا بس بحكي لك يا حبيبي، وانا معقوله اسافر واسيبك؟ انت ليه عايز تعمل خناقه؟ معلش
حصل خير. انا اسف. عبد الفضيل عبد الغني زاهر راجل متدين ويملك ضمير حي وطني جدا، لا يتاخر عن تقديم المعاونه لكل من يحتاجها. حج سبع حاجات وعمل 12 عمره، بنى مستشفى علاج ادمان وعده جوامع في مناطق مختلفه. معروف عنه مساعده المحتاجين. يملك مصنع بالسويس لتعريب الاسماك وثلاث مراكب صيد كبيره، ده غير كمان الاطيان والعمارات. له بنت واحده اتوفت اخيرا نتيجه تعاطي الهوريين. كفايه ولا اكمل؟ لا كفايه، انا تعبتك معايا. لا ابدا، ده احنا اخوات. ده انا فرحان قوي انك انت لقيت شغل، والراجل ده سمعته طيبه. يا ترى هتشتغل عنده ايه؟ همسك له شغله في القاهره. ربنا يوفقك. يا جلال عايز تقول ايه؟ القرش خد براءه، خطا في الاجراءات القانونيه، هو محامي شاطر. وايه؟ الضابط يترفد والمجرم يطلع براءه. على اي حال انا متشكر على المعلومه دي، انت كده ريحتني. انا كنت عارف انك هتوافق. ايوه بس انا ليا شرط. شروطك موافق عليها، بس مش لما تعرفها الاول. اهم حاجه انك موافق تقوم بالمهمه. موافق. وانا موافق على اي شرط، بس اهم شرط عندي اننا ما نتقابلش الا بعد المهمه ما تخلص خالص، وان سيرتي ما تجيش على لسانك مع اي حد. ولاوله شرط اخر نور. توكلنا على الله. نقرا الفتحه على روحه. الشنطة كمان. ايه ده كله؟ دي حرب. حرب عبد الفضيل عبد الغني زاهر، والحرب عايزة سلاح. الناس دول يا مدحت يا ابني ما عندهمش لا رحمة ولا شفاء. لو اتفتح الموضوع يا قاتل يا مقتول، واللي هيعيش اللي طلقته هتسبق التاني. الحاجات دي مترخصه يا حاج. ما كنتش اعرف انك ابن نكته كمان. وهتبتدي امتى؟ قصدك تبتدي امتى؟ انا من ناحيتي عملت كل اللي عليا، الباقي على ربنا وعليك. تبتدي وقت ما تكون جاهز. بس احب اقول لك انا مسافر كام يوم. وافرض احتاجتك في حاجه كده ولا كده؟ في الوقت اللي هتحتاجني فيه هتلاقيني قدامك. ودي فيها ايه بقى؟ الشنطه دي فيها العربون 50,000 جنيه، هتفتح بيهم حساب في اي بنك. بقيه الدفعات هتتحط في حسابك على حسب سير العمل. الورقه دي فيها رقم تليفون، هتتصل بينا بعد ما تفتح الحساب عشان نعرف رقم. غير كده ما تتصلش بينا الا في الضروره القصوى. ها، اعرف شروطك بقى. انت خليت فيها شروط؟ واضح انك فكرت في كل حاجه. ايه بقى اتفقنا؟ اتفقنا. Thank you.
سيد البيع الشهير بالبرنس، ربع كوكايين البلد بيخش عن طريقه، تعلب محدش يعرف عنه اي حاجة، مجهول الاصل، بيحب المنظرة، صاحب محل كبير للتحف والانتيكات والاجهزة الكهربائية، بيستخدمه كستار لاخفاء نشاطه الحقيقي. اقرب واحد ليه ودراعه اليمين القرش، عمر الصنف ما دخل بيته ولا معرضه ولا عمره شاله، بيصرف بضاعته من بره بره، والتاجر بيستلم من بره بره، بيعتمد على ناس مش مشبوهين، وما بيستعملش اي حد الا مره واحده بس. سمعه ضعيف، بيستعمل سماعه نتيجة انفجار قنبلة من مخلفات الحروب في سينا جنب ودنه. نقطة ضعف الستات، بيغواهم من جميع الأصناف والمستويات. اتجوز حوالي 25 مرة، آخر زوجاته دنيا طالبة جامعية أصغر منه ب30 سنة على الأقل، ورغم مظاهر الحب اللي بينهم الا انه بيخونها بانتظام في شقه بوسط البلد. وهي كمان بتبدله الخيانه بخيانه بدون علمه طبعا، لانه غيور جدا، ممكن يأذي اي حد يحوم حواليها او حتى يبص لها. ليه ترابيزه محجوزه بصفه دايمه في كباريه جولدن جيت. صيدليه 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 بدي دواء يا مدحت ان بقالنا اكتر من 3 سنين ما صيرناش بره. من هنا ورايح انت تؤمري وانا تحت امرك. لسه بتحبني يا مدحت؟ في حد برضو يحب مراته يا مجنون؟ بتكلم جد، لسه بتحبني؟ انا ماليش غيرك في الدنيا دي كلها. وارجع لك حبيبتي. كل اللي شافونا ما عرفونا، حيلات وعم تمروا فكرونا. كل اللي شافونا ما عرفونا، حيلات وعم تمروا فكرونا. انساعد من يسعدنا، اجمعنا ولا تشردنا، ساعد من يسعدنا، اجمعنا ولا تشردنا، يكفي شو نبعدنا. تعرفها؟ هي مين؟ اللي انت قمت وراها دي؟ يا صيدلي عم يغلب عم يغلب قلبي يا صيدلي. انا ما اعرفهاش. امال قمت وراها ليه؟ انا ما قمتش وراها، انا قمت ورا ده. مين ده؟ بديوي مصطفى منصور ابن ناس، بس صايع، ما كملش تعليمه، كان مجند عندي 3 سنين قضى نصهم في السجن، مش شاغب ومجرم، بس كنت بحبه، جريء وقلبه ميت، ياما رمى نفسه في النار معايا في اكتر من عمليه. نفسي تتكلم عني بالحماس اللي بتتكلم بيه عن بديوي ده. يا شيخه انت عايزه في حاجه؟ انا كنت بدور عليه والنهارده بس عرفت عنوانه. بس ده متشيك وعامل منظر، بيشتغل ايه دلوقتي؟ ما عنديش فكرة، بس أكيد حاجة مش قانونية.
استنى عندك، استنى عندك، اي مقاومه هضربك بالنار. قدامي 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 ما تنجحش. دامي امال انت ابو ليك ولا ايه؟ انت نبيه اهو عسل وحدك. طلع الكرنيه. كرنيه؟ طلع انت المنشورات. المنشورات؟ المنشورات ايه اللي بتقول عليها يا ابوي؟ طلع يا متطرف يا الهادي. ايوه الشنطه دي بتاعتي. اوعى. الشنطه دي بتاعتي. الشنطه دي بتاعتي. عليا طلعت في ثلاثه الشنطه دي بتاعتي. ايه ده؟ فلوسي بتاعتي. دولارات؟ واخدهم من سفاره اجنبيه ها؟ مفيش سلاح ولا مفرقعات؟ على العموم الفلوس دي هتتصادر لغايه ما نتاكد من مصدرها. لا دي فلوسي تفضل معايا. ماشي خليهم معاك عشان تبقى متلبس، ما تتحركش من مكانك لغايه ما اجيب القوه تقبض عليك وتوديك المعتقل. استنى مكانك ما تتحركش. رايح فين الفلوس يا مصطفى؟ اعمل لي فيها فلوس. ماشي جوه. وانت مغفل، اي حد يقول عليك تاجر مخدرات تصدقه وتسيبه يفتشك؟ هو ما قالش عليا تاجر مخدرات، ده قال عليا اني متطرف. جديده دي، الظرف ده فيه ايه؟ فلوسي دولارات بعتها لي ولدي من ذنب ابوي. هم دول؟ يا ابوي لحق يمسحهم. فتش يا سول خليفه. صف ده يا فندم. دولارات اهي. دولارات. يلا بينا على الاسم. مدحت باشا، اصل كنت عايز الحق الاوتوبيس. وانا اللي ظلمتك وافتكرتك ضربت اتنين مخبرين وخليت ضابط يطاردك بعد ما نصبت على العمده. وساعتك ناوي تعمل ايه؟ ده انا برضه الراجل بتاعك. اتمنى ايدي تنقطع ولا اكسفكش يا مدحت باشا، بس العمليه دي خطيره وهيبقى فيها دم ونار. قول انك طريت وقلبك بقى خفيف. سعادتك انا فوت في الحديد، بس الاول الحكومه كانت بتحمينا، دلوقتي ما تاخذنيش سعادتك بره الخدمه والمساله ممكن توصل لاعدام. انت بتحب دنيا؟ بموت فيها. طول ما البرنس عايش ممكن في اي لحظه ما تشوفهاش. رجع لي سعادتك للاسم، النصب ديته معروفه. ده رايك النهائي؟ العملية فيها قرشين حلوين. صعب يا باشا صعب. مش هرجعك الاسم، ده الجدعنة. يمكن تغير رأيك. فرحان في ايه؟ حد يبقى معاه الدنيا ويسرح برضه؟ ايه شاغل بالك؟ موضوع كده مش عارف اخد فيه قرار. طب ما تحكيلي. مفيش داعي اشغل بالك بمواضيع مالكيش فيها. لكن قوليلي انت قدرت تزوغي من جوزك ازاي؟ انا ما زوغتش، هو اللي راح يصطاد بط. انا قلتك اصطاد بودي. بيصطاد فين؟ هنا في الفيوم. يا مجنونة. ايه يا اخ؟ ممنوع. احنا هناخد مركب نتفسح بيه.
المراكب مش شغاله النهارده. ازاي يعني؟ اه كده، اتكل على الله دلوقتي وشوف لك اي حته تانيه. بلاش يا حماده، بلاش يا حماده، يلا بينا يلا بينا يا حماده. الحمد لله على السلامة، إن شاء الله تكونوا اتبسطتوا. حنين؟ أيوة، الخروف يا هانم. زوجي العزيز خليل، عندما تقرأ خطابي هذا أكون قد رحلت عن هذا العالم الفاني. اغفر لي واطلب الرحمة لروحي. زوجتك المخلصة دنيا. حلوة المخلصة. شمك كده، خدت قطر بالحضن. انا محقوق لك يا مدحت باشا، واعتبرني مع سعادتك لاخر المشوار. ايه اللي حصل؟ قمر ليه كده يا حلوه؟
بتدور على المسدس ده مش كده؟ هو دخل من الباب البريمو وانا مسكونه. يعني انت دلوقتي بين قوسين قدام قدامي حبك حبك ما قدرتش تعيش بعد مراتك حبيبتك دنيا. يعني ايه؟ يعني قررت انك تحصل. بس انا ما اعرفش اقرا ولا اكتب. مشوار صغير. مشوار ايه؟ لحد البرنس عشان تسلم لنا عليه. لكن هقول ديك النهار واحدة من جيران اختك قابلتني في السوق
بتقول ان المحروس جوزك بينط في الشقه كل شويه، بيعمل ايه يا اختي هناك؟ بينظفها ولا بيوسخها؟ حقيقي مرايه الحب عمياء. كبير عائلة دياب، فتوح دياب، من أكبر تجار الحشيش في وجه إبلي، أمه منصورية، ما يفرقش المدفع الرشاش. أقل عدد يمشي حوالي 5 عشان يحرسوه. تقريبا هو اللي بيورد الحشيش والهروين لوجه إبلي كله. عنده أحسن مزرعة فواكه في الصعيد، ممكن توكله الشهد، لكن تجارة الصنف دي وراثة. عنده 3 أماكن، ما بيقعدش في أي مكان فيهم أكتر من 2 ليه سلطة وجبروت، ما يهتمش بمشاعر الآخرين. شرس، شرس جدا. مجرد الشك في أي واحد معناه القتل على طول. في حاجة يا بيه؟ الظاهر انها شرقانة. جرب كده. اجرب كمان مرة. الوضع ايه؟ الجنينة ملغمة والحركة زايدة عن اللازم. يخرج منها ناس كتير بشكل مش طبيعي. لازم ابص بصه جوه، مش عاوز حد يخش عليا يعطلني. Thank you.
طول يا حسن. عملت له ايه؟ ولا حاجة. ما شفتوش؟ انا شفت فين؟ واصل يا باي. لو جه ضيف يكرمه. احنا براء على مصر طوالي. شيلوا الترابيزه والكليه. ابدا
الراجل اللي اتكلم في التليفون ده اكيد غلط، ده عاوز حنوتيه مش بوليس. شكرا. الحاج اللي بشتغل معاه ده مفيش اخوه في دقيقته، الدفعه في ميعادها تمام. اليوم يا مدحت باشا، وامتى بقى العمليه الجايه ان شاء الله؟ احسن انا حاجات الشقه تمليك والمساله بتاعه ميه. سلام السحرتي من تجار الهيروين الكبار قوي، ذكاء خارق، يشك حتى في صابع ايده، واتهم في 14 قضية مخدرات، طلع منهم كلهم لعدم ثبوت الأدلة. دخول الفيلا بتاعته صعب عشان فيها كاميرات تلفزيونية بتكشف كل حاجة بره الفيلا عن طريق واحد شغلته المراقبة وبس. عشرة صباحا بالظبط السحرتي بيوصل مكتبه في مخزن الخردة اللي عامله يافطة يستخبى وراه، هو وعزب الحارس الخصوصي بتاعه. بإشارة من السحرتي ممكن عزب يقتل جيش، ومش لازم يقتل بسلاح، ايده اقوى من اي سلاح لانه كان بطل في رفع الاثقال. السحرتي بيقعد في المكتب ساعة بالدقيقة، بعد كده ينزل يركب عربيته لوحده ويمشي بيها في الشوارع من ساعتين لتلاتة، كل شغله بيخلصه في الساعتين تلاتة دول. اللي بيتم في العربية اتفاقات على شغل وعلى توزيع البضاعة، طريقة ذكية للبعد عن المراقبة والتليفونات والتسجيلات. مش متجوز ولا عنده عيال ومالوش نزوات معروفة، لغز كبير. خير؟ العربيات اللي سعادتك ادتنا نمرهم أربعة منهم سبعة معرض العربيات، ودول بيتأجروا باليوم الأربعة، أما الخمسة فمية تمانية وعشرين بتاع ضابط بوليس اسمه مدحت شوقي عبد الصالح. إيه بقى؟
في حاجه بتتضح بس انا ما اطمنش. مفيش حراره، التليفونات عطلانه وعملنا شكوى يا لورد. ماشي هتكلم العربيه. انت متاكد انك عطلت تليفونات الفيلا؟ انا قطعت كل سلوك الكابينة احتياطي. احسن، لازم نخلص المأمورية بتاعتنا بسرعه قبل عمال المصلحه ما يطبوا. من ناحيه دي ساعتك اطمن، اسالني انا على التليفونات. انتوا بتوع التليفونات؟ لا، المطافي. وما شفنا بتاعه ايه؟ زمان عليه غلباوه قوي. يا عم الغلباوه ولا حاجه، التليفون بتاعكم عطلان ولا سليم؟ عشان انا بتصلح في الكابينه، مش عايزين بلاش. يلا بينا يا ريس. طب استنى استنى، خش انت وهو بس شهله شويه. لا مش هنشهل، هنبات عندكم. حوشوا اخويا الغدا اللي انتوا مقدمينه. ماشي ماشي، ما تخلي الريس بتاعك يخف علينا شويه يا اخويا. يلا خش. حسن حسن ايه؟ لا معاك يا باشا. مستقيل يعني مش في الخدمة. ماشي جميلك على العين والراس يا باشا. عدم المؤاخذة التليفون فين؟ خد انت جرب معايا من البوكس اللي بره. ماشي يا ريس. متشكر. لازم احرق قلبه زي ما حرق قلبي.
عزبنا دهلي باسمي، يبقوا عارفين شخصيتي، يبقوا عارفين عنوان البيت. لازم احذر منها قبل ما يحاولوا يعملوا اي حاجه. هجيب لي ساعتك التليفون. حاضر. الحمد لله كويسه. كلمت اشرف وبيقول انك وحشته قوي، وحلت ورق العنب اتسبكت وبقت هايله ومستنياك. استنى لما اشوف مين على الباب. منى! لا استني منى! اي خدمه؟ مش دي شقه مدحت باشا شوقي؟ ايوه. اصل سعادته اشترى التلاجه دي وقال اسبقوني بيها على البيت. بس مدحت معايا على التليفون ما جابش سير التلاجه. انا هساله. انا عزب اللي سيادتك لسه فاتح دماغه بالفاز الشموع. ما تتخضش قوي كده على المدام. المدام ما تشرب معانا وتشرب فنجان قهوه في الفيلم. ولزومه ايه الشتيمه والاباحه دي؟ على العموم اللورد مستنيك هناك وسيادتك نبيل، وهتيجي لوحدك مش مسلح ومش قايل لحد. ده اذا كانت تهمك حياه المدام برضك مقبوله منك. سلام. اطمن يا مدحت باشا، مش هيقدروا يعملوا لها حاجه قبل ما نوصل لهم. الكلاب دول لو مسوها بحاجه انا هجيبها لهم جهنم الحمر. ساعتك فكرت هنعمل ايه؟ فكرت. ربنا تاب عليك وسبت الزبطنة. منى فين؟ مش قبل ما نتكلم مع بعض الاول. شوف، هما سؤالين تجاوبنا عليهم تاخد مراتك وتتكل على الله. السؤال الاولاني مين اللي بعتك؟ والسؤال التاني ليه؟ وايه السبب؟ اولا ما حدش بعتني، ثانيا مش لازم يكون في سبب عشان اخلص من واحد زيك. ليه بقى يا اخويا؟ قتلت لك حد من عيلتك؟ انت كل يوم بيعدي بتقتل 10 و20 بالسم اللي بتاجر فيه. ده مش سبب كافي؟ اهديه بقى، ما عندكش حق فيها. الحلال وبين والحرام وبين، ومحدش بيضرب حد على ايده ويقول له شم ولا حشش. كل واحد بمزاجه يا اخي. وبعدين يا شاطر، البلد فيها قانون، ولا عايز تنفذ القانون لحسابك؟ قطاع خاص يعني.
فين منى؟ اللي بعدك. اتكلم. خلي عزب انت رد، انا هخليك اتكلم. هات له مراته عزب بس بعد ما تكتفوه. على بنته وخليها تشم اهو زن على خراب عشه. انا اللي يقف في طريقه انسفه. عزب لما الرجاله وجهز العربيات هنزل السوق حالا. عايز الشده كامله. امرك يا رب. لو حد رمش فيهم خلصوا عليهم. ويكون في علمك انت ميت ميت. انا رايح اخلص على الحاج عبد الفضيل بتاعك ده وراجع لك تاني يا شاطر. معلش يا اللي انت رايح. سلام مؤقت. Thank you.
الحاجات دي بتحصل في السينما بس. لازم الحق ابلغ الحاج عبد الفضيل عشان يقتلوه. نمر تليفونه مع ساعتك؟ اه. مديني نمره عشان اتصل بيه في حاله الطوارئ. اهي. محدش بيرد في النمره. خد تاكسي وصل مدام البيت عشان تغير هدومها، وبعدين احجز لنا اوضه في اي لوكاندا كبيره. هم عارفين البيت ومحدش عارف يحصل ايه الايام اللي جايه. وانت؟ لازم اطلع السويس دلوقتي حالا، مفيش حل غير كده. بداوي لما ارجع هكلمك. لا حول ولا قوة الا بالله. ولاد الحرام دخلوا على الحاج عبد الفضيل وهو سهران مع الموظفين في المكتب وخلصوا عليهم بالرشاشات. محدش عارف مين اللي عمل كده؟ في واحد بيقول ان كان في جماعه مغطيين نمى عربياتهم بالجرانين، عملوا عمليتهم وطاروا. انا كنت السبب في قتله. اطمني يا ماما، انا كويسه ورحمه بابا كويسه. ظروف هبقى احكي لك عليها بعدين. بعدين يا ماما بصيلي اشرف، تصبحها على خير. تصبحها على خير يا ماما. مش قادر اسامح نفسي. انا ما شفتكش قبل كده ندمت على اللي قتلتهم بايديك. ايش معنى ده؟ دول مجرمين يستاهلوا القتل 10 مرات مش مره واحده. انما ده راجل طيب كان حزين على بنته. يقوم يحط في ايدك فلوس وسلاح ويقول لك اقتل، فرق ايه عنهم؟ خلاك قاتل اجري وخلاني اتبهدلت. دلوقتي الطار اللي بيني وبين السحارتي بقى طار شخصي، طاري انا وطارك انت. لو مؤاخذة، مش ده مخزن المعلم بلاميطة؟ بلاميطة؟ ولا بلاميطة بلا بلا أسرة. روح لحالك. روح لحالك يا رب. بعدين ايه بالظبط يا رب؟ بعدين ايه؟ ما تحلفش. ولا محمد ولا سعودي ولا محمد. Ah!
فيه بسرعة. المدام وقع منها فردة حلق فوق في اللوج اختي دي، يعني رجاء تنبه على الموظفين انهم لو لقوها خلوها عندك. اطمن حضرتك احنا ما عندناش حاجه بتضيع. وده الكارت بتاعي وفي نمره التليفون. انست وشرفت، اطمئن. اشكرك. في تعمل ايه ده؟ ده مش هو، مش هو. ايه هو ده اللي مش هو؟ مش هو ده الحاج عبد الفضيل، مش ده الراجل اللي انا قابلته. فضيل عبد الغني زاهر الله يرحمه. لا يا سعاده البيت، دي فيلا ناس خواجات بيبعدوا في السنه شهر واحد وبقيه السنه بيأجروها مفروشه. هي لازمه سعادتك؟ طب الشهر اللي فات مين كان مأجرها؟ يا سعاده البيت، وانا عجلي دفتر واحد بيه محترم زي سعادتك قعد شهر واتكل على الله، واللي بيدفع ما بنسألوش. هي لازمه سعادتك؟ ورخصتي هتتسحب علشان منتهيه.
وصلت العربية كويس يالا؟ أيوة يا أبي. طيب فوت. فندم يلزم خدمة؟ انت عارف انا جاي ليه؟ انا شفتك قبل كده اعرفك. الصباط مش عايز. فين هو؟ الله، هو مين اللي مشغلك؟ هتنطق ولا خلي الشاب الالهي يطلع؟ ليتك ومطرحك يا مدحت باشا. ايه يا فرجلي تنكر نفسك ليه عن الحبايب؟ اللمة بعينها، بس الهيئة اتغيرت شوية. أقولك يا حاج ولا يا مستر؟ ما تقولش حاجة، أنا أخوك طلعت السناني. تبقى عبيط لو شلت مني. الملعوب اللي اتلعب عليك كان ضروري. احتياطات أمن في شغلتنا. سوء الظن من حسن الفطن. أنا اتفاقي معاك اتنفذ بالحرف الواحد. أنا ما أكلش حق حد أبداً. أنت شغلتك إيه؟ علشان ما حيركش كتير يا حضرة الضابط، لا مؤاخذة، سابقا انا ما احبش العب في الملعب ومعايا حد، عشان كده باختصار خليتك تفضيلي الملعب. خليتني اقتلك التجار اللي بينافسوك عشان تفضل لوحدك. اهو كله خير، واديك خلصت البلد منهم وريحت الداخلية من صداعهم، وبعدين كله بحسابه ولا ايه؟ ادي بقيت حسابك، ولو كنت استنيت يومين كنت هتلاقي المبلغ في حسابك في البنك. انما قولي وصلت الفرغالي ازاي؟ ما هو طبعا الفرغالي هو اللي جابك لحد هنا. فضيل الحقيقي، الراجل الطيب اللي راح في الرجلين، دمه يبقى على مين؟ ما انا قلت لك قبل كده انها حرب، واي حرب في الدنيا لها ضحايا، وكتير من الضحايا ابرياء ما لهمش اي ذنب. ايه
نفسي اقعد معاك اكتر من كده. انا ما عندي مشوار مهم. بنتي برضو ربنا يخليها لي. بتتعلم في سويسرا؟ عموما هنتقابل تاني. يا مين يعيش؟ عملت ايه يا مدحت؟ كلامنا كله متسجل، بيعترف فيه على نفسه وعليا انا كمان. انا هحاول اكيف القضيه في احسن ظروف لصالحي. انا واخد وعد بكده. أنا عايز أربي ابني يا جلال، اللي أنت عملته ده أكبر بريعة ندمك، وده هيساعدنا كتير. حسني